صباح الخير يا عمار، صباح الخير، كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله. صباح الخير، صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. صباح الخير يا دنيان، صباح الخير محمد. صباح الخير. اليوم لا يوجد امتحان، شعبنا في امتحان قواعد. نعم على أساس في امتحان قواعد في الأمس لا كان امتحان. عفوا، أتوقع أنهم لا زالوا نائمون. فقط 8 قد دخلوا. هل أنتم سعداء لأن غدا يوم عطلة؟ أكيد نحن وصلنا لنبسط، عن جد أكيد ترى عنا فوبيا. والله، الله يعينكم عن جد. طيب، من لم يرسل لي الامتحان بعد امتحان القواعد؟ أتوقع الجميع بس قد. روان، نعم ماما بعتت لك الواجب، وصل؟ نعم حسنا وقد صححته أيضا. حسنا، يعطيك العافية. شكرا يا أحمد، وأنت أيضا. كيف العلامات يا مس روان؟ وبجننه إن شاء الله يا رب. مس، نعم دي حطي جديدة. بابا، كم تتوقع؟ 9 على 10، 8 على 10. يعني أتوقع أنه لا يوجد هناك رسوب جد؟ إلى الآن، لا يوجد هناك رسوب. نعم، وخاصة بامتحان طيب التحليل، قد ايه حطي؟ وخاصة بامتحان طيب قد ايه التحليل حطي؟
ولكن أريد فقط أن باشمهندس قد ايه؟ لكي يصل الجميع الامتحان سأقول لكم العلامات، ولكن لم يصل الجميع الامتحان. دانيال علاماتك جيدة. صباح الخير. صباح الخير يا عبد، كيف حالك؟ تأخرت اليوم. صباح الخير يا عمر وعلي أيضا. طيب إذا إذا علاماته علامتك يا عمار جيدة، فقط سأكتفي بهذا. فقط أريد أن يرسل الجميع العلامات. في سهى أتوقع لم ترسل لي قواعد. آه بلى، سهى أرسلت ورفع أيضا. طيب عمر، أنت كنت على امتحان التحليل؟ امبارح؟ لا، أول امبارح نهار ال لا ما كنا قادرين، لا ما كنا قادرين نفتح. اوكي. والتعبير الكتابي كان على التعبير الكتابي عمر؟ امبارح اللي كتبه. لا، التعبير الكتابي نهار الثلاثاء. لا لم ينبلع، نحن فتحنا الثلاثة كان غائب. مس نعم رح نبلش. يا طول بلا. هل ألعب اللعبة 5 دقائق فقط؟ نعم، لأن اليوم لا يوجد امتحان ولدينا ساعتان. نعم 5 دقائق، يلا. من يريد أن يختار رقم؟ بمن سنبدأ؟ أنا. عمار؟ نعم يلا يا عمار. رقم 25. خمسة و... لا يوجد 24، آخر رقم 24. 24. طيب ألمس بي، بماذا ألمس يا عمار؟ بيد. بيدي. أحسن، بيدي. بيدي. عمر اختر رقما يا عمر. يلا نقي رقم من الواحد إلى 23. 23 إلى 23. أي رقم؟ يلا من الواحد إلى 23. يلا يا عمر، يلا يلا يا عمر، يلا قول رقم، قول لي قول حلو رقم. أي رقم تحب يا عمر؟ 7. رقم 7. ماذا يقول رقم 7؟ ماذا تشاهد في غرفة النوم؟ نجيب على السؤال. نشاهد. ليه عم تبعد؟ طلع بالمس واحكي. طيب يلا نشاهد. يلا يا عمر اسمعك. خيزات
ب أشاهد في غرفة النوم خزانة تختين وتختين وسريرين. طيب سنكتفي بهذا، شكرا لك يا عمر، أحسن. يلا من سأختار؟ دانيال، يلا يا دانيال. بس لك اختار رقم. نعم اختار رقما يا دانيال. ستاش. 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 نعم. طيب دانيال اسمع السؤال جيدا. الحيوانات غير الأليفة هي التي لا تعيش مع الإنسان، ما هي؟ أولا ما معنى الحيوانات غير الأليفة؟ ضفدع. هي التي لا تعيش مع الإنسان، غير الأليفة يعني لا تعيش مع الإنسان بس. نعم. من المتوحشة. نعم المتوحشة، أحسن. من قال متوحشة؟ محمد نجم. محمد أحسنت يا محمد. مش ضفدع. ضفدع هي حيوان متوحش؟ كلا. نعم قال لك يا محمد أن الحيوانات غير الأليفة يعني الحيوانات المتوحشة، ممكن أن نربي ضفدع. نعم مثل الضفدع ما بيعمل شيء. إيه ولكن نحن بس ما بيتربى بالبيت. ايه ولكن ممكن ان نضع له ماء ويعيش في الماء. طيب ممكن نربيه بالبيت بس امك بتخاف كرمال هيك بتحب تربي هالاشياء الشيء بالبيت. ما هي الحيوانات غير شو كان السؤال؟ التي لا يمكن ان تعيش مع الانسان؟ شيء. ايه مثل شو مثلا؟ صغير. أنت هي عم تسألك لإلك. شيء. أسد. أسد. نعم أسد لا يمكن أن يعيش مع الإنسان. ماذا أيضا؟ النمر. النمر أحسنت يا دانيال. طيب شو فهد. فهد نعم أحسنت. محمد. زرافة. وزرافة أيضا. يلا شكرا لك يا دانيال. يلا يا محمد اختر رقما. تسعة. رقم تسعة. محمد ما أحب الفصول إلى قلبك؟ الصيف. الصيف لماذا؟ كنت أذهب على البحر. إلى البحر أو إلى الشاطئ. أحسنت يا محمد شكرا لك. الآن كريم. نعم يلا يا كريم اختر رقما. رباط المعشرون. اختاره عمار. اختر رقما آخر. يلا بسرعة يا كريم. كريم هل أنت معي؟ أتوقع أن كريم ذهب. ليلى اختاري رقما يا ليلى. يلا بسرعة. ثلاثة. نمسك السكين باليد والشوكة باليد. أكيد هذا السؤال بيد. بأي يد؟ اليمنى. اليمنى. السكين باليد اليمنى والشوكة باليد اليسرى. أحسن. طيب إذن سنبدأ. درسنا لليوم هو درس على الإملاء في الإملاء. حسنا
أولا قبل أن نبدأ نغلق الكتاب، إذا كان الكتاب أمامنا فلنغلقه. سكر الكتاب هذا دفتر. وسأعرض لكم فيديو أريد أن تشاهدوه. يلا ركز إذا بتريد. تعرف انه عم تقول ما هي صوتها واضح. مس نعم دفتر الإملاء. نعم نكتب على دفتر الإملاء. لا نكتب شيئا الآن، فقط أريد منكم أن تسمعوا جيدا. حسنا. صباح الخير مس روان. عفوا أنا ما كنت حد دانيال، ما فهمت أمتين عنده أملاء. لا الآن درس الإملاء، الآن درس الإملاء. طب دانيال شو بنعمل؟ لا بس بدي يسمع هلأ. أوكي لا بدنا نشرح يعني. أوكي فكر هو إنه بده يكتب إملاء. يلا اسمع. الصوت واضح؟ نعم نعم. إيه بس واطي شوية مسرعة. يلا أوكي. هذا أعلى شيء. ركز. Thank you.
هل كان واضح الفيديو؟ نعم نعم. من يقول لي كلمات تبدأ بحرف الباء أو فيها حرف الباء؟ باب. لا أريد برفع الأيدي. كلمات دخلت كانت معنا في الفيديو. حسناً محمد. باب. باب. نعم نعم أحسنت، ولكن أنا أريد في الفيديو. عمر. بيت. عمر نعم. بيت. بيت أحسنت. في الفيديو أريد في ها دخل معنا في الفيديو. ليلى. قارب. قارب أحسنتي. عبد. بيت. بيت بلدة. نعم. عمر. بلدة. بحر. بحر أحسنت. لا قالها محمد يمكن. باب قالها. مصران. نعم. ملعب. ملعب أحسنت يا ربيع. مركة معنى. نعم يلا. ماذا أيضا؟ ما لديه بعد إجابات؟ حرف الباء. عمار. كريم. تلين. علي. أريد إجابات. بلدة. نعم بلدة. بلدة. بلدة نعم أحسنت. محمد. أبحر. بن. أبحر أحسنت يا محمد. أحسنت. أنا اليوم جدا سعيدة من محمد. سيرينا. بيتون. نعم بيتون. بيتون أحسنت. طيب ما رأيكم الآن تكتبون لي حرف الباء؟ كيف نكتب حرف الباء؟ نعم حرف الباء لديه عدة أشكال، كيف نكتب؟ نعم الآن الآن أنا أعرف أبحر وأتبع. ناس كلنا نعرف، نكتب لي إياها؟ نعم أريد واحد فقط يكتبها لي على الشاشة. أنا. من؟ دانيال. يلا نعم. دانيال اكتب لي اكتب لي حرف الباء متصلة تمسك بيد واحدة في أول الكلمة. ناس بكتب لك منفصلة ولا متصلة؟ اكتب لك منفصلة. لا أنا أقول اسمع السؤال جيدا. أوكي. أريد حرف الباء يكتب في أول الكلمة متصلة. متصلة يعني تمسك بيد واحدة. أوكي. نعم. ما بتحكي. ناس من بين النقطة. حط لك نقطة. نعم. بين. طيب. راح خليها تبين. عمار. عمار دورك سيأتي. أريد فقط دانيال. حسنا. بس مش عارف أكتب النقطة. خلاص. خلاص ليس هناك مشكلة. طيب. هذا أنا أعتبرها نقطة. ما هي الفكرة بس. أنك عرفت أنه يوجد نقطة في الأسفل. طيب. طيب ما هذا الحرف إذن يا أسروان؟ أنظري يا دانيال. نعم أنظري. من؟ لحظة. من؟ أحمد. أحمد. نعم حرف الباء أحسنت. كتبت أحرف الحرف الباء بجميع أشكاله. أحسنت يا أحمد تلميذ مجتهد. طيب الآن دانيال. دانيال أريد فقط أن تقول لي ماذا كتبت. حرف الباء. أين يكتب؟ متصلة في أول الكلمة. أحسنت يا دانيال. طيب الآن من سيختار؟ من سأختار الآن؟ دانيال. دانيال عن إذنك. نعم روان. نعم. دانيال خليه يكتب لي الدال مرة تانية.
حرف الباء. نعم حرف الباء. الحرف اللي كتبه حرف الباء. خلي يعيد كتابه لأشوف. طيب اعد كتاب يا دانيال. اعد كتابة حرف الباء. عفوا هيدا ايدي انا. يلا اكتب. يلا دانيال. ايه يقولوا حاضر حاضر. يلا ماما لحظة. يلا اعد كتابة حرف الباء. نعم استاذ موسى دانيال ايده اليمين مكسورة فمشان هيك ما عم يطلع الخط مزبوط. ايه بس بدي اشوف طريقة الكتابة بس. اكيد سلامت دانيال ما بيستاهل. الله يسلمك استاذ موسى ميرسي. يلا ركز معي دانيال حبيبي اكتبها بس لاشوف عم تكتبها طريقة مضبوطة او غلط. اوكي لانه عم يبدأ من الشمال الى اليمين. اكتبها باللغة العربية عليه أن يبدأ من اليمين إلى الشمال وليس من الشمال إلى اليمين. نعم هكذا. طيب أوكي. يلا كونتينيو كفي. يلا أحسنت يا دانيال. إذن هذا حرف الباء في أول كلمة متصلة. طيب شكرا لك يا دانيال. يلا من يريد أن يشارك أيضا؟ أنا. سيرينا. سيرينا سيرينا. يلا يا سيرينا. سيرينا اكتبي لي حرف الدال. حرف الباء. حرف الباء. حرف الباء. أريد حرف الباء. اكتبي لي حرف الباء في وسط الكلمة. حرف الباء في وسط الكلمة. نعم متصلة تمسك. يلا سيرينا. يلا يلا سيرينا. افتح الكاميرا سيرينا. نعم أريد على الشاشة حسنا. ليه سيرينا ليه؟ يلا يا سيرينا بسرعة. اكتب الباء منفصلة. اكتب حرف الباء منفصلة. طيب حرف الباء منفصلة يعني لا تمسك أحد. هيدا أحسنت يا سيرينا. أوكي. طيب شو عنوان درسنا اليوم يا املاء حرف الباء وحرف النون بعد ما بدأوا بالقراءة؟ لا عم نعرف الأحرف في البداية. طيب أوكي يلا يلا. إذن من سيبدأ بعد؟ أريد حرف الباء في وسط الكلمة. يلا من؟ أنا أريد. أنا عمار. يلا عمار. عمار طيب عمار. يلا أستاذ عمار امحي اللوح. لك مرة جديد. يلا عمار. عمار أريد حرف الباء متصلة في وسط الكلمة. ردت عليهم في وسط الكلمة. نعم يلا عمار شو بدك؟ أحسنت يا عمار أحسنت. ما هذا الحرف إذن؟ في وسط الكلمة متصل. أحسنت يا عمار أحسنت. محمد نجم اكتب لي في أول الكلمة الباء. لا ما اكتب لي إلي في أول الكلمة. أي محمد نجم؟ باء في أول الكلمة. محمد نجم أتوقع أنه خرج. طيب عمر. نعم إلا نعم يا عمر. داب. يلا اكتب لي على الشاشة حرف الباء في آخر الكلمة ولكن متصلة. أوكي متصلة في... ليك حيكتب على الدفتر ويأرجيك. طيب ما فينا نكتب. نعم حسنا. يلا في آخر آخر الكلمة متصلة. متصلة حرف الباء. تمسك بيد واحدة يعني. مثل عمر. نعم حمودي ما طلع بعدنا أونلاين. لأن برافو. شفته لا في آخر الكلمة يعني هيك. لا برجع له محمد. أوكي هيك. يلا بسرعة هون اكتبها هون في آخر الكلمة متصلة. يلا ها في آخر الكلمة. أوكي أرجعي مبينة؟ لا ليست واضحة. خلي أقرب شوي بعد. هل يمكنني أن أكتبها على الشاشة؟
الشاشة؟ نعم. ناس كيف نكتب على الشاشة؟ نعم أحسنت يا. لا أين أين؟ هذا على الدفتر. أريد أن أكتب. أحسنت يا عمر أحسن. طيب. طيب ليلى أحسنت يا ليلى بأصواتها أيضا. طيب إذا سنستمع الآن. تعلمنا إلى كتابة حرف الباء في وسط وأول كلمة وآخر كلمة متصلة وغير متصلة. إذا سنستمع إلى أنشودة أخرى. حسنا حسنا في حدا معه تلفون ويكتب عليه. طب ما نعم وهذا على الدفتر. هذا لا 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 نكتبه اللابتوب. يلا نستمع جيدا. حسنا فينا رسيبه. اوكي خلاص يلا بس تقول لك المكتب. حرف النون. نحلة. ما هذه في الصورة؟ نحلة. نحلة أو نملة أحسنت. نملة. فيديو بس روان مش واضح الصوت. نعم مش واضح الصوت. صوت؟ لحظة هذا أعلى شيء كتير واضح. لا أرى لا أرى لا أرى الفيديو. لحظة بس يا ماما. من لم يرى الشاشة؟ أنا. علي. علي لم يرى الشاشة. الآن هو الصوت أعلى شيء هيدا. هو الآن على زوم فعم يطلع كثير صوت واطي. لا أرى لا أرى الفيديو. من لم يرى الفيديو؟ أتوقع من عندك يا علي. لا ما هو
طيب إذا ما هو الحرف؟ حرف الناء. حرف النون. أحسنتم. طيب أعطوني الآن كلمات فيها حرف النون دخلت معنا في الأنشودة. نملة. نحلة. نحلة. أحسنتم. برفع تعطينا. نملة. تعطينا. أحسنت. من نملة. نملة. نحلة. نعم. طب أنا نملة ونحلة. ما رأيكم أن نرفع أيدينا في الأول؟ عمر. عمر. لا كلمة في حرف النا. قمر. نعم ليلى. قمر. قمر. حرف النون. كرة. ربيع. مسروان. نعم. كتبت حرف النا. خالقنا. بيت النحل. بيت النحل. أحسنت. نحل. نحل. با. خالقنا. لا لا استنى. خالقنا. نعم. خالقنا. خالقنا. أنت يا عبد. عبد. نحلة. نحلة. عبد. أحمد. نعطينا. يعطينا. دانيال. نملة. 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 كريم. في أول الكلمة. نعم. مش با. نحلة. ركز ماما. نعم. نحلة. أخر نحلة. كلمة. أحسن. آخر متصلة. في آخر متصلة. نعم. إنسان. نعم. أسمع محمد جيدا. نعم يا محمد. إنسان. 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 أحسنت فيها حرف النون. أحسنتم. طيب سننتقل إلى طيب الآن لتكتبون لي حرف النون. الشوام بعد معنا دقيقة. أندري. يلا قبل أن ينتهي الوقت. يلا من سيكتب لي بسرعة حرف النون في أول الكلمة متصلة؟ أنا. سرينا. يلا يا سرينا. أنا أعرف. نعم. حرف النون. ماذا أكتب؟ أحسنت يا عمر. هذا أي حرف يا عمر؟ يلا ماما أحكي. إلا شو الحرف اللي كتبته؟ دود. حرف النون متصلة أم منفصلة؟ متصلة. فيه متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. منفصلة. أحسنت يا عمر. أحسنت يا عمر. نعم. حرف النون. أنا أكتب حرف النون في أول الكلمة. أنا كريم. أحسنت يا كريم. حرف النون في الكلمة. أي لام بالضبط كريم؟ ما هذا الحرف يا كريم؟ ما؟ حرف النون في أول الكلمة. حرف النون في أول الكلمة. عمار ما نفس سرينا. طيب يلا عمار ما هذا الحرف يا عمار؟ نفس كلمة متصلة في وسط الكلمة. نعم. أرني يا ليلى لم أرى جيدا. لا ماما مورا. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا حرف ماذا؟ حرف